ماذا يفهم من دعوة السيد عمار الحكيم للجميع بضرورة أو لضرورة ضبط النفس في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقال إن الانتخابات المبكرة خيار قابل للنقاش؟ أولا أرحب بجنابك الكريم وبضيفك الكريم ومشاهدي قناة التغيير. طبعا أول شيء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان هو كل الأطراف الموجودة داخل الإطار التنسيقي وأيضا الخارج الإطار التنسيقي هي موافقة على هذا الحل، ولكن بطرق يعني دستورية سلمية إلى الوصول إلى انتخابات مبكرة. اثنيا يجب على الجميع الجلوس على طاولة حوار، وأقصد الجميع مو فقط اللي موجودين في العملية السياسية، ولننبه على هذه المسألة ونبهنا عليها كذا مرة، حتى اللي خارج العملية السياسية وممكن أن يغذون العملية السياسية بأفكار جديدة وتكون خارطة طريق للمرحلة المقبلة. هسه الخارطة الطريق ممكن أن يشيبها عمليات، وتدري في السياسة ماكو شيء اسمه الصفر، يعني لازم أكو فد آراء معينة، أفكار معينة، طرق معينة للخلاص من الأزمة يعني اللي إحنا بيها. ثلاثة، أنه جميع الكتل السياسية لو لاحظت اليوم حتى بيانات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء دعت إلى الحوار، وجميعهم موافقون على أن يجلسوا على طاولة الحوار، وهذه أربع سلطات كبيرة في البلد وهم رؤساء كتل أيضا، يعني عدا رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء يعني الباقين هم اللي يتابعون لأحزاب، يعني سواء رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان، كلهم لديهم آراء حزبية أنه دخول إلى الحوار الوطني. اليوم التيار الصدري لمن يريد أن يذهب بطبقة كاملة من السياسيين يعني إلى الخارج العملية السياسية مرة واحدة بدون خارطة طريق، بدون رؤية للمرحلة المقبلة، كأنه يريد أن يؤدي إلى يعني تصفير كل الموجود من الديمقراطية في البلد. هذه أيضا مشكلة يعني، وهي حقيقة للشباب اللي أمثالنا يعني اللي موجودين في الشارع، هو فرصة وتنفس أن يمثلوا في داخل مجلس النواب وأن يكون لهم دور كبير يعني في المرحلة المقبلة، ولكن هو أيضا خراب للمرحلة المقبلة، لأن يعني أيضا اللي راح يجون ما لديهم يعني الاستيعاب الكامل للمرحلة يعني القادمة، كيفية إدارة المرحلة المقبلة، شلون راح تندار المرحلة المقبلة إذا مو أكو خارطة الطريق. وأنا أريد أنبه على مسألة أيضا، يعني كانت في دولة في أفريقيا يعني وهي قريبة من وضع العراقي أيضا، تنزانيا كانت بلد مليء بالفساد والفاسدين وكل أمور الفساد موجودة فيها، وانتخبوا رئيس مجلس وزراء من داخل مجلس النواب التنزاني، وهو كان عضو في مجلس النواب وصار رئيس وزراء، بعدين قمع الفساد في تنزانيا، واليوم تنزانيا من الدول اللي تحارب الفساد ومؤشرات الفساد تكاد عندها صفر. هذا كله يدعو إلى أمل، إلى التفاؤل، إلى وجود مرحلة جديدة ممكن أن تدار البلد هذه المرحلة، وخاصة أن الجميع متفقون على محاربة الفساد.